حلق اللحية والدخل الذي يعود عليهم كحلاق. لا تقول عليك تفضح هذا، خليها مستورة. مع انه لا يدخل عليه من الدخل شيء ما شاء الله. بس هذا اسمعه منك انت يعني الجواب. الدخل هل هو سخط او حرام؟ السحت هو الحرام والحرام هو السحت فهو حرام، لأنه كل شيء قام على معصية الله عز وجل من مكسب فهو حرام، كما قال عليه السلام يا أيها الناس